الزمالك محتاج ايه في مراكز الملعب كصفقات يعني، او تدعيم علشان يقدر يتواجد السنة الجاية كمنافس يعني؟ بص، رقم واحد قبل الفنيات لازم الاستقرار، والاستقرار مش بالكلام، الاستقرار المادي مهم جدا بالنسبه للعيبه في الفتره ديت. ما ينفعش انت تدي لعيب مثلا كذا ولعيب تاني كذا، لا لازم الامور تبقى واضحه بشكل كبير جدا، عشان انت مش بتتكلم على دلوقتي، انت بتتكلم على اللي جاي كله، انت ما بتتكلمش، انت مش عايز تتكلم في اللحظه دي، انت لازم تخطط لقدام عشان تبقى عارف انت، لان طبيعي جدا الزمالك محتاج لعيبه، ومحتاج مش اقل من 7-8 لعيبه وكويسين، ولازم تعرف فتوح معايا ولا مش معايا، عشان مش كل شويه يطلع كلام وكل شويه كذا. لازم تعرف عبد الله جمعه فين، انا عايز اعرف عبد الله جمعه فين. عبد الله جمعه من افضل اللعيبه اللي موجوده كباك شمال، هو فتوح الاثنين يبقى في منافسه، والكويس يلعب والتاني، ولكن هو اللي بيعمل مشاكل للعيبه في الملعب، انك بتجيب المسلوسي تلعبه مره مساك ومره تلعبه باك رايت، تجيب زياد نمر تلعبه يمين ومره تلعبه شمال، تجيب مش عارف. لا الموضوع مش كده، مش بالشكل اللي انا بشوف فيه نوع من العشوائيه، بصراحه بشوف فيه نوع من العشوائيه. انت بقيت انت نفسك مشتت، انت نفسك مشتت يا يعني لا الموضوع مش كده.